ما اللي عنده واسطه تعال بيك. انا اوجه الكلام هذا لابو معتز حبيبي وصديق الجميل والاستاذ اللي على صراحه من اكبر المحبين لنا ومحبين لحنا. نقول يا ابو معتز يلي على الراس من فوق فوق يا ابو معتز يلي على الراس من فوق عشان معكازي تبين له تبين له يا ابو معتز يلي على الراس فوق طالبينك طلبه انك تشوف انت هذا مكسرون العلاقه الشباب باب يا ابو معتز يلي ينفك على الراس فوق نبيك تشوف طالبينك نبيك تشوف الشباب من اللي تغيب اليوم ومن اللي حضر مبكر بكر افتح لا ومن اللي جاء من الباب صح باب. يا ابو معتز يلي على الراس من فوق. طالبينك شوف المتاخر من الشباب واللي جايين من الباب من فوق من الباب لا بالباب يا اخي شاعر ومتذوق للباب من الباب للباب متذوق ورق عينه متذوقين شين دخلها في الشعر ورق عينه المهم جوعان شفنا يا ابو معتز اتمنى تقول شوفوا يا ابو معتز وشوفوا يلي تخصمون ويلي تكتبون عساكم كتبتوا اللي اليوم صار وعسى الامور كلها بيننا وبينكم بصار يا كمكمي يا كمكمي المهم ايوه فالكم بالطويله طويله والسر ما حد يدري بلا السر بطل الشعر اي نعم ايوه بالعافيه يقول ايه يا ابو رزيقه يا ابو رزيقه يا ابو رزيقه وصل صوتنا ولا تخاف يقول يا ابو رزيقه يا ابو رزيقه حط الشيطان كله في زحليقه ليقه يا ابو رزيقه يا ابو رزيقه حط الشيطان في وسط الزحليقه واحشر ابو معتز وقل له ليش ما تخصم على الناس اللي ما تجي هل الناس عندهم واسطه ليه؟ ما ندري هنا نقطه استفهام اكل بيسراي ايوه ايوه مع الرجال ايوه اي نعم ليه اي نعم ولد البطه السوداء اي نعم ليه ايه؟ ما عندي واسطه وعندهم واسطه ليه محسوبيات ولوبيات ليه واخر شيء يقولوا لنا يقولون ترى احنا خصمنا عليكم لان انتم قلبتوا لان انتم علينا ولان انتم ايش؟ لان انتم قلبتوا نوماني نو انتم موني صراحه تصدق يوم قالوا لي انت في النوماني ما صدقت اي اشوفك طرت من ترجع. الفرح طرت من الوناسه ليه؟ قلت انا في النوماني النوماني وصلت رايحين وين؟ النوماني يعني وصلت من وين؟ من نومني يعني وصلت صفة المشاهير يعني اليوم بندخل عند زياد الشهري في النومني وبنقول له يا يفوزنا في النومني يا يطلعونا ولا يدخلونا ولا نفوز في النومني والله انكم اكبر انتم ليش انا اتمنى يا حبيبي سب تكلم اللي في النومنيه الكمبارسي ايه؟ ياكل ايه ياكل لحاله يقول انت مستحيل اللي في النومنيه بس اللي يسولفون يزيد تكلم جمهورك وقل له يشتري لك اصوات ليه فالح؟ واه